كأن حجارة الجدران هنا أصبحت أنفسا تبتهل. تلك الحجارة حنت لساكنيها الذين فروا منها. الطفولة هنا شاخت تنام متدثرة بأشعة الشمس، تتسامر ليلا مع لسعات البرد. الناس في حلب يفترشون أرصفة الشوارع، يبيتون في العراء وفي السيارات في فراغ المكان والزمان. عن مد الفرش نايمين برد، طول النهار على المطر. من يوم الزلزال لحد الآن نحن طلعنا برات بيوتنا، لأنه هبط البيت وطلعنا بركنا هون بالشارع، حطين هون منقعد هون بالأرض طول النهار ومنفرش هون بالأرض ومننام. تقريبا مدينة حلب يعني بالأغلبية يتقول ثلاثة أرباعة، والعالم كلها متهجرة من بيوتها وقاعدين بالشوارع بهالبرد، وما في يعني وسائل تدفئة ولا في محلات، والمحلات الإيواء اللي انفتحت مليانة كلها. يعني حرام الدولة ما قصرت معنا والعالم ما قصرت، بس ما في، العدد كبير كتير. دعوات الشعب هون للشعب الجزائري بتكفي، وكل واحد يبادر بمبادرة إنسانية من عنده وساهم بإنقاذ هالشعب، الله يجزيه الخير. دعوات الشعب الجزائري بندعي له من قلبنا، من قلب محروق. كل شيء إنسان تضرر هون وكسروا علينا الحصار، هن المبادرة الأولى لإلهم. نحن بنشكرهم باسم شعب حلب كلهم، لأن شعب مخلص وشعب برفع الراس. غالبية شوارع حلب إما انهارت مبانيها أو ستهدم بعد أن أخليت من عمارها. قلعة حلب تحفة النظار في غرائب الأمصار، تصدعت أجزاء منها. خراب ودمار يدمي القلوب ويدمع العيون. حلب أصبحت أطلالا لا يوجد فيها، التاريخ أصبح مهدوما، الشعب بالشوارع، حلب ثلاث أرباع تهدم. أهلنا في حلب أتعبهم الحزن، ولكنهم يتمردون عليه، يحاولون الانعتاق منه، يصرون على الحياة. هذه الساعة ساعة باب الفرج، القائمة لأكثر من قرن من الزمن. دقاتها تشير إلى أن النبض لا يزال هنا في حلب رغم كل شيء.